تقول السائلة: ما الحكم في امرأة تتوضأ من زمزم تصب الماء على غطاء رأسها إلى أن يصل الماء إلى فروة الرأس، وتصب الماء على الجوارب حتى يصل الماء إلى القدم، وذلك لوجود الرجال في مواضع النساء، فهل الوضوء صحيح؟ المرأة إذا أرادت أن تتوضأ ما تتوضأ أمام الرجال، النساء لهم مواضع مخصصة خارج المسجد الحرام على جنباته من هنا وهنا، تروح للمواضي توضأ ولا تتوضأ أمام الرجال. نعم.